السينابون حلى لذيذ، بس مشكلته إنه ياخذ وقت، ولذلك بنقدم لكم حلى كب كيك السينابون يختصر عليكم الوقت. وإليكم المقادير: أولاً نجوف الكب كيك ونحشيه بالجلاكسي، ننزع التغليف ثم نوزع في صينية الفرن. بعدها في الخلاط نضع الماء، القشطة، البيض، السكر، القرفة، بودرة الكاكاو والجلاكسي ونخلطهم، ثم نسكبها على الصينية بحيث تغطي جميع حبات الكب كيك. ندخل الفرن من الأسفل على درجة 160 لمدة 20 دقيقة. أما الخلطة البيضة نضع في الخلاط مرة ثانية الجبن، الحليب المكثف ونخلطها، نوزعها في الصينية بعد ما نطلعها من الفرن، ونوزع عليها البيكان وبالعافية.